تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعي الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائكم الرياضي اليومي على شدا اف ام، برنامج البطولات. 3:30 من 2 الثلج مع شاهد ياسين، ويستمر التشويش، يستمر التشويش من عند الحسين شهب. شويتي عنده وبلاتي، شكون يبقى شاد الدفتر دابا؟ هو ها اذا يستمر كنا ندير اجتماع بفعل فاعل، اجتماع مصغر. ما يمكنش ما ديرش اجتماع. انا صحابني، انا صحابني بغى يسحبك من عندنا. لا لا، ما كيف سحبوا شي وحدين اخرين داك ديالهم. لا لا، حسين عارف اش كيدير. فخر الدين، كابتن فخر الدين، اهلا وسهلا. تحيه لك خويا منير. هو حسين علاش دابا فاجئتو انا بديك نصبقوها من دابا على دوك ليكيب اللي عيط لها سي حسين عموته، اللي قلتي لي انت ليسبوار ولا ماشي الله يرحمك. هذه هي اللي حيت انا حيت داك النهار والله ما نجاوبك، بغيت نطلب منك السماح. انا والله ما نجاوبك. شوف خليني تلخر ديال نطلب منك السماح. نطلب منك السماح وقلتلك ما تهضرش معايا وتقول لي راه والله عطيني الله واحد، والله حتى غنطلب منك السماح. عطيني الله واحد بريسونتيمون ولا داك الشيء من عند الله. كان معرف بان سيرتو في هاد الجامعه وهاد الشيء اللي كنعيشوا فيه هنا كل شيء، فهمتي؟ انا عندي واحد، انا اليوم غادي نبدا مستمعينا الكرام، تحيه بدل المستمعين الصديقين والصديقات، وبدايه اسبوع موفقه. انا اليوم عندي واحد الرساله ولاول مره غادي ندوزها. كاين بعض المرات شي لاعبين اللي كيتشكاو كيقول لك ما بغيناش هذا المدرب. اه لعابه ما بغيناش المدرب. انا اليوم ما غاديش نحشم، لان كاين واحد الفريق بعض اللاعبين ما بغاوش المدرب ديالو، وانا هذا اللاعب انا غنذكر سميتو هنا، وقال لك هذوك اللعابه حنا ما كرهناش، بغينا فخر الدين هو اللي يكون مدرب ديالنا. الامر يتعلق باللاعب مجيد الخال، قال لك اودي في الكلوب اللي كترينيو فيه راه ما بقيناش بغينا امين بن هاشم، الله ودي راه بغينا فخر الدين رجل. لا لا اسمح لي دابا هضر مع لا. شوف راه جماعه التوقيعات راه جماعه التوقيعات هو ديال الدراري. راك مجيد اخلي انا جاي ليه وخلي عليك خويا بن هاشم اخ ديالي الاصغر واني مكلف خليه. شوف انا الشكايه اللي انا الشكايه اللي جاتني كندخل حتى في هذا الشيء. انا كندير الاعلام. لا ماشي انا كنا صعيبه كدير ماشي الشكايه، هذه الشكايه مونيه، هذه الشكايه. سمعوك الناس دابا سمعوا شي فارق قال لك احنا بغينا مدرب اللي قول لهم راه فارق ديالي هنايا راه هنا. قال لك بغينا مدرب اللي دينا معاه الالقاب في الكاف. وامين بن هاشم قال لك كيسخفنا كنجريو معاه بزاف، كنجري به بصراحه، كنجريو معاه بزاف. قال لك ما بغيناش، تبارك الله كيدير الفيزيك مزيان. قال لك بغينا فخر الدين كيدير مزيان، وما بغوني انا شويه كندير لهم هذاك الشيء ديال السلوك. قال لك حنا بغينا نترينيو بالكره، كندير لهم انا محاربه الشيخوخه. وبن هاشم كيدير المحاربه. تحيه لهاد تحيه للدراري كاملين ديالهم اللي مازال كيحافظوا على اللياقه البدنيه ديالهم. اليوم بطبيعه الحال الحلقه نتمنوا انها تقدنا، لانه كاين بزاف ما يتقال. كاين المنافسات الافريقيه الانديه، الرجاء، الوداد، نهضه بركان، هناك من تاهل، هناك من ينتظر منافسات ديال كاس العرش، وتستمر المفاجات. جمعيه المنصوريه هما غادين وصلوا لدور الربع. ثم الحديث على بعض الاخبار المتفرقه، منها الفريق الوطني المغربي اللي غادي يدخل بدايه من اليوم المعسكر ديالو تحضيرا للمباراه اللي غتلعب في كينشاسا امام منتخب الكونغو الديمقراطيه. والبديه من البحر لهيه، كي جاك الكلاسيكو البارح شويه؟ ما باش ما نكذبش عليك، كنت في بعكا العشاء يعني ما صراحه غير شويه الدراري. تعازينا الحاره للعائله بعد وفاه الخال الله يرحمها، الله يرحمها ويوسع عليها، وتعازي الحاره لكاع العائله الكبيره والصغيره. وكنشكروا كاع الناس اللي حضروا اللي عزاو، فشكرا لكم الجميع. قلت لك منير انا ما كان الناس دايرين تليفونات مالكري هازين تليفونات، انا ما شفتش الماتش، ما تقدرش تشوف لان راك عارف انت. انا بغيت انا تفرش وبغيت لا انا والو، انا بغيت نسولك واحد السؤال. عنده علاقه بتشافي. بتشافي كنا هضرنا عليه انا وياك. واش انت مآمن بان راه بعض المرات المدرب هو اللي يقدر يخلق فرقه؟ انا قلت لك ماشي ما عندوش تجربه في التدريب، ولكن كلاعب وذاك الخبره اللي عطاه الله وذاك الشيء اللي دوز مع برشلون، الوقت اللي غادي يوقف حداك تحترمه. هذه ما حيدتك شي واحد. الا جا عندك شي واحد وقال لك حقا وراه ماشي، راه كيكذب عليك، كيدافع على شي واحد ولا كيدافع على راسه. اما هو كتشافي راه تشافي، غادي توقف حداه راه تشافي هذاك. اوما بيونغ ملي غيوقف تشافي، شبعان تاريخ. وشتي ملي كيدخلوا للمركب قبل ما يخرجوا عنده يترينيو، عم الله اش كاين لداخل؟ انت راك تعرفها. تصويرته ماشي تصويرته، اش كاين اش كاين؟ تصويرته راه كيف والو، تصويره اي واحد تقدر تلقى تصويرته معلقه، غادي تلقى التاريخ منير.
غتلقى لي كوب اللي دا وغتلقى داكشي اللي ما يطيحش على بالك. اذا الشرعيه الشرعيه كاينه. انا غادي نهضر معاك نقول لك اش دير واش دير، ما تبقاش تجاوب معايا تقولش لي لا ولا حقا. انا اش كنقول لك؟ ها السيستيم دو جو راك شتي كيدير دابا، راه غادي دابا تدريجي شي واحد. انا من الناس اللي كنقول او اوباميونغ اش غيجي يدير في برشلونه تانا، ولكن هو ولا على الاقل لك اوباميونغ ديال الله يرضي عليك. لا دخل امونا كتدخل في واحد السيستيم واحد المنظومه المنظومه صافي. شوف دخل في واحد القضيه ديال لو جو داك اللي كيكون راك عرفتي ريدوي هما حتى في لي زونطريمون ديالهم ارتبع معايا حطي فلسفه ديما كاين. لا هما كاع في الاسبان في الايطالي لو جو ريدوي شي حاجه اللي هي مهمه قليل فاش كتشوفهم زون كرونتينا. شي الكره الا بغيتي دير تقدر دير 20 ضد 20 في اسباس صغير في اسباس صغير باش كتعلمهم من الضيق ويخرجوها. ديما هما اللي كتدخلوا لواحد التيران كبير تيولي خدام. دابا اوباميونغ غادي يولي ماركي وغادي يدير، ولكن خدام مع واحد سيستيم دو جو ديال تشافي ديال برشلونة. دابا هما في اطار منير ما يمكنش هاد الفرقه تغبر. عرفتي اش بغيت نقول لك؟ هاد الفرقه ما يمكنش ليها تغبر، خاصها ترجع فين كانت. عاشت ازمه ديال الفلوس وديال اسميتو، وزيد حاجه اخرى كان عندهم مشكل شي كوب قميصي. برشلونة كانت غتبقى عايشه مشكل كبير حيت تيلمون تبناو على واحد الشخص داك النجم المطلق اللي خصو هو الكره هو يدريب ليه هو اللي يدير، حتى ولا التلعب اللي جا كيضعف. اي واحد كتشري برشلونة كتدخلو حدا ميسي كيضعف. سكيفي دابا خرجوا من هذا وما عمرو باقي يعاودوها منير، حيت هما البارسا اللي كانت ميسي منين جا كان تشافي وانيستا كانوا على العمالقه ديال الكره، وكان هو صغير ودخلوا وسط منهم لقى رونالدينيو لقى رونالدينيو لقى كل شيء لقى ديكو وصامويل ديكو. اذا البارسا ما كانش كتعتمد على واحد، يعني انت لا ما كنتيش كاين اللي غيماركي وكندير. وانا يمكن انا نرجع معاك لهادشي كله، يمكن ميسي غلط منير كاع منين مشى سميتو كان يزيد هادشي اللي بقى ليه ويبقى مازال مقصر وما يدافعوا عليه ويدير، ولكن الغلطه اللي دار ماشي ما عرفت واش فلوس ولا هذا منين مشى لهاد وهي كتبقى الفرقه. غير باش نرجع معاك لبرشلونه كي قلتي انت باش نهضروا معاك برشلونه موني غاتمشي غادي ترجع ترجع لبلاصتها. انا هادي البارح قلت غادي لا ضروري ان شاء الله ضروري يا موني ما ترجع لبلاصتها. لا بغيت نشوف لان بان ان تشافي وسواسير سير منين الصندوق هادي عمر الريكروتمون اللي غادي يكون ابري غادي يكون عاوتاني دي ريكروتمون ديالهم هما اللي خاصين بهم ديال لعابه نجوم ولكن داخلين في هذه الفلسفه. لا مستوى عالي اللي غادي يجي يعاون منير اللي غايجي يعاون اللي غادي يعطي ان بلوس. حتى الفرق ما كيجيبوش شي واحد اللي غايجي هو يقول لهم انا ما كايناش هذه القضيه هذه تجي وتدخل تمشي في سميتو. تحية لكل مستمعينا الكرام وتحية لكل مشاهدينا على قناة شادي اف ام في اليوتيوب. فؤاد سوشي تحياتي خويا منير وتحياتي خويا فخر الدين من دوسلدورف. بارك الله على السي فؤاد وسلمنا على المغاربة اللي كانوا كيتبعوا معك دابا. الله يبارك فيك سي رشيد ايت موسى اهلا وسهلا توحشناكم الله يحفظك السي رشيد. تحية لك في ورزازات. سي الياس ما كنبغيش نطيح من قيمه شي لعاب ولكن والله حتى عيب لعاب بحال ما نذكر سميت اللعاب مع احتراماتي كيلعب في الوداد السيد كيفتقد لابسط الاشياء في الكره. والرد ديالي هو ان ذاك اللاعب راه اصلا ما لعبش بزاف يعني ما تحكمش على صبري وصعيب. شوف هاد السنوات فريق اللي كيكون لاعب على تشامبيونز ليغ وداك الشيء صعيب اي لاعب جاي يلقى بلاصتو وسط هذوك الخيارات. عطيه الوقت ويمكن يكون. انا كنهضروا دابا على البارسا انا بحال بحال كتجي كتلقى التران غادي فوالا. فونت السلام عليكم اهلا وسهلا. سي نور الدين مصير الملاعب اصبح في كف عفريت مع الشغب الذي تعيشه ومعاشته اكادير. الله يشوف الله يحضر السلامه. عبد السلام عبدو السلام عليكم تحيه طيبه على الوداد والرجاء عدم تضيع فرصه التتويج بدوري الابطال. باقي واحد العقبه باقي واحد العقبه باقي سيرتو لا كلاسو هما الاولين والاهلي كتسناك في عندك واحد الحظ على ثلاثة شوية باقي ذاك الربع غيكون إلا دازو الربع إن شاء الله بحول الله وقوته. رضا يتعلل تحية الإخوان الله يحفظك أخويا رضا من الإمارات كل التوفيق للمنتخب المغربي. الله يبارك. تحية للسي وداد فاس تحية للسي برخوخ الله يحفظك السي برخوخ مرحبا. عبد المجيد حكم أهلا وسهلا. احترامي للأسطورة رجحي فخر الدين تان ميرت السي مدير بداية أسبوع موفقة كسر بحرب باسي مجيد يونس حركات السلام عليكم أهلا وسهلا. تحية كذلك لنبيل نبيل أوسيا هلا كيفك؟ لا موجودين السي نبيل مرحبا. اشرف نتمنى من جماعة عين فخر الدين رشحي لقيادة المنتخب في مونديال قطر. يا الله استاذ.
شكرا لك اخويا. تجيك النوبه في قطر؟ عاد تجي النوبه. لا النوبه تجي في قطر. ماشي في قطر. لا في قطر. لا 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 بعد مني. لا كوف دي موند. علاش اخويا ديني عندي هذوك؟ شنو؟ قلتي عندي. خليني تانعى هنايا وطلب لي شي بوركينا فاسو والنيجر ولا جندرمري ديال سميت ديال البناء ياك جندرمري ديال النيجر ايوا والبوليس ديال فذاك التيران اللي والبوليس ديال غينيا فذاك التيران اللي لعبتي فيه في 91 هذاك نيت. السلام سي منى فخردين عواش مبروك السي انس السي انس عبدو. نور الدين برجيج الشغب ثم الشغب ملاعبنا في خطر. الله يحضر السلامه سيمومي ادم الله اجركم خويا عظم الله اجركم خويا فخر الدين. شكرا خويا ما مشى معك بس اخويا عبد البوعيشي من كازا تحيه لكم وتعزيه حاره للسي فخر الدين. كريم بيبو اهلا وسهلا ثم تحيه كذلك ما بغيتش نخلي شي واحد يونس اشرف سي عبد المجيد واخا كلكم تحيه لكم تحيه للسي كريم كذلك. السي كريم قال لك سيدي انها مباراه برشلونه وريال مايوركا وليست كلاسيكو. لا هي ريال مدريد. ريال مدريد ولكن ما كانوش الناس عاطين هذه النتيجه اللي كانت البارح. صافي اقاله طالب وطارق مصطفى خلي شوف احنا بالنسبه لنا طالب اقيله شحال لا لا عبد الرحيم اللي كان مشى هو اللي كان مشى دابا عاد مشى طالب. طالب كان بقى عاد مشى هذاك عبد الرحيم وصل للدار البيضاء وطالب بقى في اسيا. كيفاش قالوا لي بقى انت هنا بما تحيه السي وعلى هما كيقشبوا علينا احنا ما قشبوش عليهم ورياه هذه تحيه السي عبداتي الكره البطوله خصها غير انضباط في التدريب والكونتور ديال بصح وينقصوا اللعابه من الديشي وتمشي تلعب بالزربه وحيدوا الطبوحيط والله تكون عندنا احسن. عرفتي اخبارك السي عبداتي تحيه لك غير هو اتونسيون ديشي باش تحيدو راه كيصحابك انت ساهل شحال من واحد كيقول لك قول لي يلعب على ساهل راه هذاك الساهل واعي اه منير راه دابا شحال من واحد كتهضر معاه كيقول لك والله العظيم كوعي يلعب ساهل راه تلعب ساهل واعي راه واعي راه ما تقدرش تلعب ساهل اه دير لها ودير لها بحال هكا بحال اللي كيدير مودريتش وبحال اللي كيديروا واحد عدد كبير ديال اللعابه حيد اعطي حيد اعطي لا حنا دابا كيما قال لك هو السي عبداتي انا متفق معاه كاين اللي كيشدها وكيبقى يجري بها وقال لك هادشي ديال الطيح وهادشي يقول لي غير صبر ما عندك ما دير هذه شوف تربيه. ونختم بيونس مونتاج من بوجدور قال لك تحيه لكم من بوجدور الله يحفظك الله يكثر خيرك بارك الله فيك تحيه الاهل ديالنا كلهم بالصحراء في بوجدور في العيون في السماره في كل المدن في الاقاليم الجنوبيه. المنافسات الافريقيه للانديه الوداد والرجاء انا عجبني الحال انا بانت الشخصيه ديال المغاربه هو تمشي وتمشي تجيب الربح من برا لكنتيني تمرشح مزيانه ثم غادي نهضروا على نهضه بركان لانه شويه ما عليناش نبداو بالرجاء اللي لعب نهار الجمعه ونتيجه الفوز في جنوب افريقيا 2-0 امام فريق صراحه انا منير ما كنتش كنتوقعهم يفوزوا ب 2-0 كنت نقدر نعطيهم تعادل باش نكون يعني الراي ديالي ديما يبقى هو ماشي نكذبوا على الناس لان المباراه اللي تلعبات هنا عطاتنا واحد الوجه ديال امازولو ديال امازولو فريق اللي هو الانتصار ديال الهزيمه ديالو كانت بشق الانفس بهدف ديال المتولي وشفنا الغلط اللي كان قام به الحارس اش قلنا؟ قلتي عندهم؟ قلنا عندهم انا كنهضر بصيفتي كاع حتى من غير مدرب حتى كويري مباراه غنمشي نلعبها انا على الاكستيريور ونشوفها كيفاش دازت هنا غادي ندير 1000 حساب لا انا لا اللعابه وفعلا من الفريق اللي مشى تما يمكن ملء وسط الميدان واستغل يعني كيف كنقولوا حنا كان امازولو كيلقى كيتعذب باش يلقى الفراغات. انا نسولك هنا على هذا الديتاي لو 3 5 دو اللي دار هي هذيك جاتك حيت على الاكستيريور سي بيان تتشونجي اشاك فوا يعني كيف كنقولوا لي ديسبوزيتيف ديال لي جوور في لون بلاسمون ولكن خاصك عاوتاني تعزل لو جوور اللي كيكون تما اللي غادي يعزل حيت دابا انت كتقول 3 5 2 ولكن عندك مواليا خاص يكون عندك مواليا خاص يكون عندك مواليا دابا شحال من واحد غلط كيجيك بحال دابا كيجلس تيقول لي كان يلعب ولكن واش عندك الادوات. انا نعطيك واحد القضيه دابا كنمشي انا بحال دابا غادي نخرج على الاكستيريور واش عندي باش نلعب ب 4-3-3 يعني واش عندك لي لاطيرو مزيانين واش عندك لي زيليين مزيانين زيليين اللي كيكونوا مزيانين وكيديروا لو رول ديالهم وكيديروا هذا ودوك الميليو تيران راه تلعبوا كيكونوا هذوك ولكن دوك زاتاك كيكونوا عافيه لي دروا ولي غوش ولا فاسونتر تقدر تماركي في اي لحظه ديما هو انت اللي دابا حاليا
ولا الاعتماد على واحد قلبه هجوم ولا لقيتيه ولا دوز اتاكون ولا لقيتيهم باسكو في دابا ولا كلشي دي 4 4 2 ولا هذه 3 5 2 كنهضروا باللغه ديال بحال ما كنبغيش نهضر بهذا الشيء راه كتعرفني انا كنيفيتي هذا لان هذا الشيء ولا كلشي تيهضر به هذا الشيء ديال الفيستير ديال الفيستير هذا ولكن هذا الشيء واش عندك انت المقومات الا عندك المقومات كتنجح لك هذا نجحات علاش ما خليتيش الفريق يخلق فرص محاولات كثيره وقدرتي انت تسجل ودائما بنفس اللعاب اللي على الاكستيرير تيكون موجود اللي واحد هذا وبلي باس ديال متولي تولي شوف نقدروا نهضروا على متولي دار متولي ما دارش متولي ولكن منين ندخل معايا الكره ديالو صلاح النبي تنظن بانه علاش انا كيبقى فيه الحال في هاد بحال هاد لي جوور تنقول لي غدا خصك تسالي الى حيتي لو كوتي الاخر نيجاتيف اللي غادي يخلق لك مشكل مع الجمهور اللي ماشي هو ديال الرجاء اللي ديال المغرب كامل وكورتك غتبقى ان شاء الله منين تخرج تسالي غتكون موديل غتكون موديل ديال الدراري الصغار غادي يحترموك وتكون ديما كتعرض وكدير وكدير لان انا كنعرف داخليا وي راه تجلس معاهم هاد اللعابه كيكونوا مزيانين ظريفين هذا يمكن كيوقع لهم بعض المرات شي حويجات وديال الضريبه ديال الملعب ديال هذا هو المشكل دابا ابراميم لواحد الوقيته تا هو كان هذا ولكن ابراميم اللي كتجلس معاه غزال ظريف شوف هادشي يوقع للعابه بزاف تيوقع لهم تيكون شوف حاله نيفان رجع معك المباراه ما يمكنش تحيد ليا لورو اللي كيدير دابا متولي شحال واحد كيبغي يجي يجلس راه واحد لقيته جلسوا الشابي جلسوا جمال السلامي يمكن انا بان ليا في ديك الوقيته باقي السلامي كان كيجيريه كان كيجيريه وكيخرجوا في واحد الوقيته هو الحافظ قلت لك مزيان كيديرها جمال كيخلي حتى 80 75 وتيخرج اليوم ما يمكنش تيفيتي غير هو اتونسيون تبقى تعول عليه تعول عليه ما غاديش حيت انا كنعرف لاج ديال هذا اللعاب والروندمون اللي غيبقى يعطيك خاصك تستافد منه تستافد منه امتى لان جاي الماتش مازال هضر معاك انا لانه الناس راه غالطين دابا ولكن الماتش اللي داروا ماركاو الاول وتماركا البيت الثاني بواحد الطريقه اللي كان لورجو تهرس هرسوا واحد لو جوور ديرير يعني كيف كنقولوا حنا الرجاء جيرات الماتش ديالها وانا تنظن منير هذاك دوزيام بيوت اثر عليهم كثير والا شتي لو بوندو توش ماكارتي كيفاش غادي علاش لان ما كانوا الوقيته اللي هما باغين يطلعوا يزيدوا يضغطوا على الرجاء ويماركيو هذا هذاك البيت هو اللي قتل انا كنظن بان 3 بوان كانت مهمه بالنسبه للرجاء لان لا ديفيت ديالهم منير بداو الناس كيدخلوا في الحسابات الفريق الاخر كنا قلنا الاسبوع اللي داز قلت انا وياك اتونسيون راه تقدروا تقدر تصطيف مع هذوك تولي شي تخربيقه راه حتى الصيف راه غير راه حوريه كوناكري داروا كرو ماتش اش تيك امون شي على مشكله وتولي انت حتى لاخر لحظه تسنى في تيرانك وجمهورك تقدر توقع لك شي حاجه اللي انت ما كتصورها فاذا مزيان ضربتي قبل ما توصل لهذا الماتش هذا باقي عندهم لا كونتي منير غير هو واحد غادي خص عارف لا الوداد لا الرجاء بالنسبه ليا واللي باقى البركان اتونسيون الفو جيري دابا لي ماتش وعرفوا راسكم بان راه حيت انت ما ملي كتمشي لا الرجاء ولا الوداد راه شافوا راسهم واش وقع لهم مازال نهضروا على الواك اعطيني انت شي ماتش منير اللي كان سهل لا حتى ماتش راه كديك جنوب الصحراء راه يمكن منير ودابا المشكله هي العام الجاي كي قلتي انت ملي غتدخل في هذاك السيستيم الجديد اللي غيولي والله اعلم الا مشى حتى الدار يعني غيبداو بحال بغيو يصفروكم انتم هنايا كشمال افريقيا باش ما تخلقوش انا مشكل تبداو تطيروا في دابا كيقول لك هما جنوب الصحراء كيطيح مع الاهلي مع الوداد مع الرجاء كيطيروا بكري وتيبقاو هما بعضياتهم دابا هذا التفكير اللي باغي يديروه هما يجمعوا شمال افريقيا يضربوا بعضياتهم وغادي يكون عندهم قضيه صعيبه الي وروتور غتكون صعيبه بزاف ثم والماتشات بزاف وعاد تمشي عندهم هما عاد الويتام فينال ولا كارفينال تلقاهم مرتاحين تلقاهم هما غادي بحال دابا بحال تلقى لك ساوندونس تي بي مازيمبي يخرج لك شي فراق اللي انت ماشي ما كاينش بزاف بحال حوريه منير تيكرو بانه غادي تربع يديها هي ما عرفت كيفاش ولكن ما كايناش القوه بزاف لتحت ولكن منير لا الفوق اللي غيكون فيها الصداع ما تسالك ولكن تيكرو منير بانه هاد الفرق غادي يربعوا يديهم هاد الفرقه اللي لعبت مع الواك ديرنييرمون لو سامدي انا ما كانش منير ستا ماتش فاسيل بالنسبه لي انا 3-0 قلت لك وقلت لي انت اش قلت لي منير قلت لي خسروا بثلاثه وقلت لي بالك انت الماتش قلت لك منير لا ما تيقش انا كاين الكره تيبان لك منير كاين واحد شويه ديال
انا غادي ندوز معك مباشره للمباراه ديال الوداد. على اي الوضع ديال الرجاء دابا واضحه، غادي يدخل فريق وفاق سطيف، عنده الفريق ديال ثلاثه النقاط على وفاق سطيف، يكفيه التعادل باش يبقى متصدر ديال هاد المجموعه. وحتى الا قدر الله يمكن وفاق سطيف ربح بواحد الصفر والنتيجه ديال بيناتهم انه واحد الصفر في الجزائر واحد الصفر هنا، غيبقى الفصل في النسبه العامه، ولكن الرجاء لتفادي هذا الشيء يديروا التعادل ديالهم او لما لا الانتصار ويبقاو في الصداره، باش في المباراه ديال دور الربع، المباراة الإياب في دور الربع غادي تستقبلها بمدينة الدار البيضاء. الوداد أمام فريق ساغرادا إسبيرانسا. الوداد يمشي ترى في الدقيقة 75 76 عاد ماركا مترجي. وشوط أول كله فيه سيزو ديال اللافي، ضربة ديال المقص اللي كانت زوينة، كون دخلات كان يكون واحد البيت عجيب. دوزام ميتون عاد الواك عاد بدا كي بلي شونجمون. شوف منير، عندي لعابه ما يمكنش كلشي يبقى جالس، في غياب سيرتان جور خاصك تدخل دير. اوروزمون واحد الغلط كان يدي عليه الثمن غالي، عاوتاني زلق سميتو تكنوتي كان غادي يدير واحد لافوت كراف. ما عليناش، كتبقى كي كنقول لك انا حتى الدقيقه 75 76 عاد باش مرترجي، وكنقول لك انا مع كامل الاسف غنبقى ديما نقولها منير، سيرتان جور اللي كان خصك تكون ريغولييي. شوف شحال من واحد، واش عرفتيناش بغيت نقول لك شحال من لعاب كتهضرش على الكره، كتجبد شي سميات ما يمكنش يكون عندهم كاع المقومات ديال كارير كبيره، ولكن كيدوز حداها كيدوز حداها. ما عندي ما نتسالك، ما عندي ما نتسالك، يعني دي جوار اللي كان بالنسبه لي انا اعطي مثال، واخا هو غادي يقولوا لي الناس لا ما يقدرش، انا كفخر الدين الحمد لله ولا مشي بقينا غاديين، ما يمكنش تجلس تيتولير كتلعب كدير. انا هاد الوليدات كنترجى فيهم بحال هكا، نشوفوا حتى هو في الوداد لقيت اللي كان مع لي جون الناس كتهضر عليه مترجي مترجي مترجي، بغا كيهضر عليه عزيز علي حسن الناظر انه كان عنده وتيعرفوا تاهو مزيان، بغينا نشوفوه نشوفوا ديما في النظر، وقال كان عنده الاخر اسماعيل اللي في المحمديه، لا حتى هذا وقال حتى هذا زهير ما عرفتش، لا حتى هذا انا ما سمعت حتى يمكن غيكون عنده تاهو هذا كان كي المهم ما عليناش، كان عند الوداد راه ما كان لاعب في الاخر راكي الا جينا نهضروا كيفاش خرج من الوداد حتى هو ما كانش، ولكن كنت كنترجى هذا منين بقى كان يبقى راك عقلش، وقع ليه كان وقع ليه مشكل مع الجمهور، مع الجمهور ضرب الجاج وتا شوف حتى لا جيستيون ديال سير بريطي لهنايا لا لا راه هنا غتمشي عاوتاني بريطي، عندك دي جوار اللي هما ديالك وليداتك كنت كنترجى فيه على انه يكون ان جوار كلي تيتولير اللي يعول عليه واللي يحمل ذاك القميص ويقولوا هذا راه، ولكن معك من الاسف نتمنى ليه خير. الوداد دار لوبيراسيون ديال انه ربح وسهل على راسه المأمورية، اذا غادي يستقبل بيترو اتلتيكو هو اللي صاحب المركز الثاني، وتا هو نفس العمليه تعادل وغادي يتصدر بها. انا كنت كنقول منير بالنسبه لي يعني كي كنقولوا الوداد قدر يرجع، وهذه هذه شي حاجه اللي هي مزيانه، حتى هذه كتلعب دور مهم ترومونتي ترجع في لو سكور سي بيان 1-0 غير هو اتونسيون مع واحد الفريق اخر اللي عنده اسم وعنده هذا هضره اخرى هضره اخرى غادي باش ترجع غادي تمحن وغادي هذا. الحمد لله اللي فريقها هي كتلعب قدرتي تماركي واحد لواحد، ثم لو دوزيام بيت بالراس ان بو بوت دابري اتسومو السنتراج كانت السنتراج مولي كان مزيان، لا ديتونت كانت مزيانه كي قلتي انت لافير ديرت مزيان سي بيان ما كاين حتى شي مشكل. انتم دابا في الاستماع لبرنامج البطوله على شادا اف ام، تحيه للمستمعين مره اخرى وتحيه لكل مشاهدينا على قناه شادا اف ام في اليوتيوب. سكودي تعادل، السلام عليكم خويا منير والاستاذ فخر الدين. الوداد الان مع الركراكي هو الفريق الوحيد الذي يلعب باكثر من طريقه لعب، والركراكي ينهج اسلوب متطور منذ قدومه للوداد. انا ما متفقش معك السي عادل، انا ما متفقش معك. باقي الوداد هذا العام مازال ما دارتش ماتش ريفيرونس، اللهم الماتش ديال الزمالك الاخراني هو اللي كان يمكن الماتش. يمكن السي عادل يمكن بغا يقول لك يعني كان ملي كيقول لك الطرق تختلف، تالمون هو بقى كيشوف اشاك فوا كيشوف واحد كيجرب لا تالمون كيشوف حدا دابا لي سيستيم دو جو كيشوف كل مره الوداد بواحد المظهر تيقول لك، ولكن في واحد الوقت من الاوقات راه يلاه هذه غير واحد الشهر ولا هذا فاش جاو النتائج السلبيه نتاعها، لانه دابا هو المشكل امتى كاين؟ هو المدرب اي مدرب في العالم منير النتائج ما يجعلك تكون عندك سيستيم دو جو وكدير كتفرج، ولكن ملي كنسالي ملي كنشوف النتيجه 1-0 ولا شي حاجه نقول لك تقول لك غادي نجي عندك انا كنكتب مسير وانت كجمهور ما غاديش تقبل.
فهمتي؟ وكاينه واحد قضيه اخرى في حاله الانتصارات واللي هي كثير ما كنشوفوها في الوداد وفي الرجاء هنا في الجماهير ديالهم، تيبغيو يعني النتيجه وترافقها المتعه، ولا كيف نقولوا حنا النتيجه والاداء، النتيجه والاداء يكون الناس كيتمتعوا ويشوفوا دي سيكونس جو زوينين. علاش؟ حيت هو التاريخ اللي كترجع للوراء، هادو فريقين اللي كان هادي ثقافه كانوا كيتوفروا، هما كانوا كيتوفروا على لاعبين اللي كانوا كيمتعوهم داخل الميدان. كان دابا الجمهور ملي كان كيجي يجلس كيجي ديجا هو باغي يتفرج في الفرقه ديالو، وباغي يتفرج واحد 3 ولا 4 غادي يديروا ليه دي ديفيرونس، لا غيديروا ليه شي حاجه دي دريبل شي حاجه اللي غيشوفوها. اذا ديما كتبقى اي مدرب كيجي لهاد الفرقي بجوج علاش كيكون عليهم ضغط؟ حيت فرقي ما 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 ما, ما, ما عاشوش عاديين، ما عاشوش عاديين وباقيين دابا ماشي عاديين. جو سي، لا ما عاشوش عاديين، ملي تنقول لك ما عاشوش عاديين فرقي اللي ما عاشوش عاديين، ماشي جاو وعاد دابا بغاو يبحثوا على لا بريمير بلاس، ولا بغاو يبحثوا بغاو يديروا تاريخ، ولا بغاو يديروا، لا دابا الوداد اش كنقول لك انا، اي مدرب كيجي تيقول لك انا الوداد صعيبه، ايه راه صعيبه، صعيبه علاش؟ صعيبه بتاريخها، وراه نبقى ديما نقول هاد الهضره بجمهورها ماذا، راه ما يمكنش تجي اليوم انت نعطيك انا ميكرو نامبورت كي وتقول لي راه حكا انا راه غادي ندير ولا غادي ندير، ما كاينش، كتجي على اساس شي حاجه. اشنو هي هاد الحاجه منير؟ كاينه واحد شي حاجه اللي هي مكتوبه واحد الورقه، هذا فريق اللي كيبغي الالقاب وكيبغي وكيبغي وكيبغي، الا ما عندكش هاد الشيء ما تقول لي الويتيام بلاس ساتيام بلاس سيزيام بلاس ما يقبلوهاش، هاد الشيء اللي كاين. ثم باش نكمل على هاد الشيء اللي قلتها فخر الدين عادل، بالنسبه للركراكي انا نتمنى بعد التجربه ديالو في الوداد يكون هو المستفيد، لانه هو اللي كتجي تدرب الوداد ولا الرجاء كتبغي تزيد. شنو اللي خلى الركراكي دابا صابر في الوداد بالرغم من انه سمعنا المشاكل الماليه وداك الشيء، انه هو مثلا طموح بغي يسالي هذا، بغي يدير في هذا الموسم مع الوداد يلعب على الالقاب، حتى هو كيطمح بغي يمشي ليكيب ناسيونال وليد الركراكي، يعني هذه هي المحطه اللي يبغي يدوز منها اي مدرب. ف في نهاية الموسم ديك الساعة الجمهور اللي كيشوف الحصيلة، وحنا نتمنوا التوفيق للأندية الوطنية ديالنا الإفريقية، ما بغيناش هذا العام تصيدوا بحال ذاك العام ديال 2020 اللي كانت فيه كورونا. كاين واحد الميساج عند السي أمين العالمي، واخا ماشي هذا الوقت اللي بغيت ندير فيه هذا الموضوع، ولكن غنقرا الميساج. أمين العالمي قال لي واخا عارف عموته صاحبك منير، ولكن راه لم يخرج عن باقي الأطر اللي مخبية في الإدارة التقنية، كأس العرب راه تقصى منه والشان راه خداه، التفسير الوحيد هو عجباتو الراحه والصالير الدسم. اولا بعدا لا عموته ولا شحال واحد العدد ديال الاطور واللاعبين راه صحابنا، ولكن الانتقاد فوق الانتقاد لا يفسد للود القضيه، بالعكس كاع كتنتقد شي واحد ويعيط عليك يقول لك راه سمعت هذاك الشيء تبارك الله عليكم، راه والله الا بصح المهم ما تحامل على حد، لا 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 وما لا وما لا وما, لا وما, لا وما لا تسب حد، ما تكونش عندك شي حاجه كي كنقولوا نيه، شي نيه مبيته، نيه مبيته. هاد القضية ديال الأطر اللي مخبية في الإدارة التقنية، أنا نقدر نقول لك عموته مازال راه عنده دابا مسؤولية، راه كاين اللي تما ما عندوش مسؤولية في الإدارة التقنية، كاين اللي ما عندهمش مسؤولية، هادو حيد. هذا الموضوع ديال المنتخب المحلي يناقش، والله العظيم لا يناقش، مشكلة يناقش بزاف، حنا غادي نجيو لا صبرتوا معنا، لا ماشي دابا مون، ماشي دابا حنا جايين، ما نديروش ما نهضروش عليه دابا، هذا خصنا نكونوا، لا حيت دابا كاين خبر، كاين لائحة، كاين ولكن مون، كاين تربوس. نمشيو مع نهضة بركان، نهضة بركان والتعادل من ميدان فريق لا جوندارموري ديال النيجر، تعادل في اخر الانفاس، كانت غتكون الهزيمه كانت غتعقد الماموريه ديال نهضة بركان، كانت غتعقد اليوم، ورغم ذلك دابا راه باقا الماموريه باقا، غادي يدخلوا اسيك اسيك اللي ربح سيمبا ب 3-0، ربح هو ربح ب 3-0 ولا هو الاول، وخلى لك هو منير الديبار ديال بركان في هذه لاكوب لاك الكاف، وحتى في المباريات اللي شفناها ديال البطوله فريق اللي قلناها منير يناقش وكيخوف، يناقش يناقش لا في الاختيارات ولا في عده اشياء. انا راه واخا نبقى نتفرج تلعيه باقي ما فهمتش اللغز اللي داير في هذه الفرقه هذه كيفاش غاديه، واحد ما فاهم اللغز، راه منير حيت بغيت نعرف اش واقع، كيفاش كيتم الاختيارات اللاعبين، كيفاش كتشوف سيستيم دو جو، حيت هذا الاختيار ديال ايبينغي على اساس عنده تجربه افريقيه، ساك الوقت كذبات على انه هادشي ما كاين لا تجربه ولا ما تجربه، كانوا ولا يمكن الوضع اللي كيعيش ما كان لا علاقه له بالتجربه الافريقيه، ما كتعرفش منير اش واقع، فريق اللي في اي لحظه
جاتو ضربه جزاء تسجل عليه تعادل بطريقه راك شتي البيت اللي تسجل عليه واقفين ضربه هذاك صفيح نفس الطريقه بجوجهم هذاك اديبيور واحد لعاب مزيان مزيان تبارك الله ثم هدف ثاني اللي شتي كيفاش دخلت هو دخل في واحد الجهه اللي يعني ما عرفت ان بوان كي قلتي انت اوغوزمون قدروا يسجلوا ويديروه لكن يمكن اللي غادي يعاون بركان في هذا الماتش هو الجمهور ديالها ندخل ونشوفوا كيفاش غادي تكون القضيه نقدر نعطيهم لا فيكتوار ولكن سوا ديزون كيفاش غتكون لاسيك دي ميموزا كيفاش غيكون التحكيم كيفاش غيكون بزاف ديال الحوايج نتمنوا على انه الجمهور يكون عنده دور وغادي يكون عنده دور ولكن خصها ايبينغي يراجع شويه الاوراق ديالو ويختار اختيارات ديالو لان كاين باقي مازال مون ارتجال ولكن واش باقي عنده فين يراجع مازال الاختيارات عرفت اخويا والله ما عرفت انا سيبا انا حيت هذا الشيء يطول ولا طول هما اللي انا شوف واحد القضيه والبارح كون خسروا كانوا غيدخلوا لواحد لا سيري ديال الهزائم انا معك منير الا كان دعيو لهم دابا وبغيناهم هذا يمكن يدوزوا في هذا الماتش هذا ولكن ابري تكروان تمنين يدوزوا الماتشات داكشي البراج ديال عندي عندك جينو بونس با يقدروا ما عرفتمش انا مع من غيتلاقاو ديك الساعه بهذا الشيء اللي كيلعبوا به دابا بالماتشات اللي غيلقاو ديال البطوله وكاس العرش وبهذا ما عرفت كيفاش غادي يلقاوها حتى منير شريتي لعابه جبتي لعابه انا من الناس اللي كنا انا وياك هنا نهار اللي داروا لي ريكروتمون من الاول اللي عقلتي عقلتي منير باقي لي زوتر زيكيب ما كاينينش ما محركينش هما عيطوا على بعدي وعيطوا على الفحلي وعيطوا على واحد العدد كبير ديال اللاعبين وبالله وهذا ولكن ما شفناش منير فريق عوض ياجور وحدراف وهذا ما شفناش مع كامل الاسف ولكن نهضه بركان كيف قلتي كتنتظروا مباراه مع اسيكا بيجون المصير ديال هاد التعادل اللي دار هو اللي خلى المصير ديالو بين يديه لان كون خسر كان خصو يربح ويتسنى سنين باش شنو غادي دير في المباراه اللي دازت دابا نهضه بركان يكفيه من الانتصار على فريق اسيكا ميموزا وديك الساعه غادي يتاهلوا لان حتى الا انتصر سيمبا غيتعادلوا معاهم وراه نهضه بركان انتصر في بركان بجوج لصفر على سيمبا وسيمبا ربح فقط غير بواحد لصفر انا غيكون هذاك الفريق بين فريق نهضه بركان وسيمبا بالتوفيق للانديه المغربيه في المنافسات الافريقيه ندخلوا لكاس العرش المنافسات ديال كاس العرش تلعبوا اربعه ديال المباريات في هذا الويكاند في انتظار اجراء باقي المباريات المؤجله تاهل اللي تاهل وتقصى اللي تقصى ولكن حنا غادي نجيو بمباريات وحده بوحده الديربي ديال ولاد حريز كان ديربي نيت يوسفيات برشيد وشباب السويس كان ديربي أموني كان ديربي لانه طغالي شويه ديال ليكيليبر كان كل فرقه مره كتاخذ زمام الامور كتمشي وكتهاجم قدر فريق برشيد على انه ينتصر من بعد ما شباب الرياضي السالمي تفاجئ وقيل بالهدف الاخير لانه في الوقت اللي كان تعادل وفريق وكان هو اللي ضغط ايوا دابا هو راه الحيمر قالها قال لك الدراري مشاو ونساو لا ديفونس وسي فغي انت في الدقيقه 89 90 هبطتي كلشي طالع باغي متعادل ومتعادل انت واحد لواحد وباقي لك برولونغاسيون تقدر تناقش فيها جات كونتر لو جور اللي خدا لا بار وكيفاش داز وعطى لا باس هو كان مزيان هذاك ضربه مزيان دوزيام بوت قتلو يعني كيف كنقولوا حنا طموح ديال الشباب الرياضي السالمي وما كانش كيتوقع الحيمر ولا الشباب الرياضي السالمي ما كانوش كيتوقعوا منير ينهزموا مع يوسفات برشيد لان يوسفات برشيد لازال العطاء ديالو ماشي تقريبا ما وصلش كاع حتى 60% باقي كي حتى ذاك برشيد منير اللي ولفنا نشوفوه في المباريات ديال البطوله لا في البدايه ولا بعض المباريات يمكن اخر مباراه دار يوسف برشيد هي ضد الرجاء غنبقى ديما نقولها في الدار البيضاء ملي كتشوفوا كيفاش لعاب وديك النفس اللي دار وهذا ما كتقولش هذا هو الفريق اللي دابا الان تيقدم مباريات اللي شويه فيها كاين تواضع فهمتي ما كاينش هناك يعني ضغط برشيد واحد بقيت في الميدان ديالو تلقى معاه مشكل تيضغط عليك وتيخلق لك محاولات وكيدير غير هي انايا كمباراه ولكن يوسف برشيد اللي كانوا فيها اللعابه اللي كانوا دابا انا تنقول انا ستاندير به هذا لكن انا هضرت معاك فاش خرجنا انا وياك هنا الخميس ولا الاربعاء ملي تكلمنا على كاس عرش قلنا بان هذه مباراه غادي تكون ديربي وفعلا منير بينات بانه ستا ماتش ديربي لانه الطريقه اللي تلعبات به ما كانش فيها شي حاجه كبيره واللي قدر يخون فيها الانتصار راه هو اللي خون الانتصار راه الانتصار راه هو يوسف برشيد
منير كيفاش هذيك الهضره ديال البعض المحللين هذا سي جاسوكي ادريس اللي كيقولوا المنصوريه دارت انجاز كبير باقصاء اتحاد طنجه واصلا اللعابه راه بحال بحال في لا كاليتي دو جو. لا فريق المنصوريه ملي كان ملي كيتقال مثلا انه دار انجاز فعلا بالمنطقه اللي هو فيها بالنسبه لتاريخه لتاريخه والمشاركه ديالو في كاس العرش الله يرحم الوالدين هكا كتمشي هكا كتمشي كتقصي جوج الفرق اما هو مازال رجع معك لهذا الشيء ونقول لك ابو انا غنزيد ناكد هذا السيد بان الكلام اللي تنقول دائما راه قلت لك ابو نير بانه راه اللاعبين راه المستوى ديال البطوله لا في القسم الوطني الاول وان كتهود الهوات وداك الشيء راه لا كاليتي ديال لي جوار اللي كاينه ما بقاش لا ديفيرونس كبيره وعاد زيد على ذاك العامل ديال الملعب وديال هذا اللي جاي طالع اللي جاي هابط وندوزو نيت لهذه المباراه ديال شباب المنصوريه مع فريق جمعيه المنصوريه مع اتحاد طنجه تفوق جمعيه المنصوريه والتاهل ديالو واقصاء اي ولكن منير انت ملي كنت تكلمت معك هنايا اش قلنا على كوموندي ولا اتحاد طنجه ما ينساش راه كيربح حتى لاخر لحظه ماشي مره ماشي جوج اخر انتصار داروا 10 لعابه هذوك الفرقه ديال الفتح فتح سباته شباب فتح البيضاوي الريال البيضاوي اش قلت لك امونيا تيك هذا فريق راه ما كانش ينهزم ولكن واش استفدتي ولا ما استفدتيش؟ ما كنظنش انت كمدرب ملي عطيناك الميكرو قلتي لنا تمنيه المحاولات وهذا ومن بعد رجعتي وقلتي لنا لي ماتش دو كوب هما هادو اذا انت ملي مشيتي للمنصوريه وديجا بعدا انت عندك الزهر تاد لا شونس لانه واجهتي فريق ديال الهوات عندك فكره عندك فكره مع انه غتلعب على الاكستيريور منين واجهتي فريق ديال الهوات اللي هو الفتح الرياضي وبيضاوي ودرتي معاه هذيك النتيجه بهذيك الطريقه وبالشتا وبكل شيء وما قدرتيش تماركي عليه حتى لاخر لحظه واش حتى منين جاتك القرعه مع المنصوريه واش ما حطيتيش راسك ونبهتي اللعابه على انه ستا ماتش بياج انا فريق كل طموح المنصوريه وما عندي ما نخسر ها قصيت تطوان في الدور الاول ما عندي ما نخسر دابا لاعب مع اتحاد طنجه انا لاعب معاك غادي نلعب انا وياك ربحتيني انت راك اتحاد طنجه عندك الاكسبيريونس انا المنصوريه الهدف ديالي هو الصعود راني لاعب عليه ولكن من تدخل ملي كتشوف المباراه على طنجه راه ما كانتش شي حاجه في لي زوكازيون اللي كتشوف مالغري انه المنصوريه راه سجلات وفي القتال اللي كان واحد الضغط ديال اتحاد طنجه كانت واحد الاستفاقه ديال المنصوريه واللي كانوا قاب قوسين يقدروا يديروا ان دوزيام بيت وقتلوا به المباراه. انا اللي السؤال عندي يا منير في كانت انا دابا اللي كنتسال عليه اشني دابا الطريقه وشنو هما اللاعب شكون هما اللاعبين شكون هما انت قلتي هذاك النهار ملي كتسمع الاسماء ديال اللاعبين اللي كتوفر اتحاد طنجه حسين حمود كتقول علاش الفريق ما يكونش عنده واحد العشير ما تكونش عنده واحد لامبرانت دابا طنجة خاصها تكون عندها بصمة بصمة ديال الفريق حنا هادشي راه غادي كنفتقدوه بعض الاندية كيجيو مدربين كيديروا داكشي اللي بغاو كيمشيو بحالهم ما بقيتيش كتشوف كان واحد الوقيتة عندنا لي زيكيب امونيا في المغرب كل فرقة عندها بصمة ديالها كنقول انا غنمشي نخرج ليكستيريور هادو واعرين قباح كيضربوا كيديروا حتى ما كانش الريتم الجو وما كانش هذا كتقول كي غندير تالماركي عليهم ولا كلشي بحال بحال دابا ولا دابا المشكله ما بقاش دابا هذا سميتو ملي كتشوف اتحاد طنجه والبارح ولا هذا مع المنصوريه ما كما قال هذا السيد قبيله شكرا ليه ما كايناش لا ديفيرونس بين هذا هوات وهذا في قسم الوطني الاول وشكون اللي خصو يدير لا ديفيرونس امونير هو القسم الاول انا فخر الدين في القسم الوطني الاول خصني نضغط عليك انت اللي خصك دير لا ديفيرونس انا فخر الدين ونربحك بحال ملي كتوقع ليفربول واليونايتد عندهم واحد ديك لا كوب ديالهم امونير كيشاركوا معاهم فرق ديال 5 ديفيزيون جو سي با ولكن كيمشي الا شديتيه كا فوالا خصك تبين ليه بانك انت راك الفرق ولكن ماشي نربحك عاد تاخذ الميكرو ونبدا نقول لك لا حقا ما استهليناش ولا ما استغلنا لا انت كتحمل مسؤوليتك فهنيئا للمنصوريه اللي مامن بالحظوظ ديالو ومع كامل الاسف فقدوا الجمهور ديالهم في هذه المباراه هذه. ولكن غادي يسترجعوه فوق الى في الماتش الجاي. لان حتى الماتش الجاي غادي يدخلوا في المنافسات ديال كاس العرش في انتظارنا نشوف غير القرعه ما بقيتش عاقل على المباراه مع من غادي يطيحوا بقات بقاو جوج ديال المباريات كاين الفتح تفوق بعد المغرب الفاسي على اولمبيك اسفي. اسفي منير كانت مفوقه 3-1 هي الاولى جاها بينالتي. هذاك بينالتي ما عرفتش بقى كيتعاود
هو ضربه بيديه هذاك اللاعب ماشي بيديه ضربه لا ضربه بيديه الفار المغربي بيديه شوف منير خرجها بيديه عاوم اللعابه دابا ولاو كيمشيو كيديروا الشكل الحكم انت غتشوفها انت غادي دير بينالتي ما ليناش اسفي الشجلات وخرجت بواحد الزيرو ولكن انت ملي كتخرج بواحد الزيرو وفي ميدان الخصم كيفاش خصك دير شكون اللي خصو يخدم دابا ديك الساعه هو الفريق اللي خسر لا ماشي الفريق اللي خسر المدرب اللي منتصر خصو يعرف يجيري هذاك واحد الزيرو سيرتو على الاكستيريو ويكون عارف ان الفريق الاخر غادي عارف كيفاش تحط اللعابه وكيفاش اشو لو لونغاج اللي دار اوتر لي دو ميتون ولكن ملي كتدخل شفنا عاوتاني المغرب فاسي ولكن الحارس ديال اسفي كيتحمل المسؤوليه منير بيسك الكره اللي دخلت عليه ما كتدخلش منير ما كتدخلش واش بغى يشدها جو سي با انت كاع ملي شتي راسك منير عاليه عليك بزاف تقدر دير لها بيديك فحال هكا كتخرجها كنعرف في غارديان ديال منير كيشدوها كيخرجوها واحد لواحد ثم جوج لواحد وتما انهيار تام بالنسبه لاسفي وكان يكون كثار من فعلا علاش كنقول لك انهيار تام لان الكروازير ملي غتشوفوا كيفاش غيتماركا كيفاش اللاعب داز بوحدو وكيفاش غيسونطريها اللاعب تا هو بوحدو يعني كان انهيار تام شبه تام الاولمبيك اسفي فهادشي اللي ملي كترجعوا نتايا بكل صراحه هو قول لي كنرجعوا انه في الاول اتخذ قرار ديال ان المدرب غيمشي ما عندي ما تساك من بعد المدرب غيبقى اذا خصني نطرح تساؤلات هذه العلاقه بين المدرب والجروب كيفاش غتكون ما عندي ما تساك يا اما مشى ولا راه دايرين فيه الثقه راه غيبقى غيبقى هذا هو المشكل فهنا بلا ما نبقاو نسولوا ديال شكون اللي مسؤول وشكون اللي ماشي مسؤول هاد اسفي كتبقى فيها اللعابه هادشي اللي عاشوه مساكن طيله هاد السنوات بات السنوات ولا هاد البدايه ديال السنه من التغييرات الله يحسن اللعاب انا نقدر نقول لك اولمبيك اسفي ملي مشى قيل ملي مشى الدميعي وبقى القيسر كيفاش سكيتي ويقول منين شاف القيسر منين مشى الدميعي وخلى القيسر خلى القيسر وداروا ديك كاس العرب ومن بعد من تما وفريق فريق اولمبيك اسفي في هاد ولكن شابو المغرب فاسي تيبين بانه كاين ان ترافاي لان باش ترجع في لو ريزولتا وتماركي دو تروا بيوت وتبقى ديما مستحوذ على الكره كدير هي ان ترافاي باش اللي كان منير اللي نعطيو شي حاجه ياخذها خصو ياخذها فريق المغرب فاسي اللي تاهل وضمن التاهل ديالو لواحد المسابقه اللي ما غريبش عليه اللي هي كاس العرش دور الربع دابا كاس مال شدايف في الجزء الثالث غادي بقات مباراه وحده اللي فيها تقصى فريق حسني تكادير امام فريق الفتح الرباطي ثم غادي نفتحوا الباب للمنتخبات الوطنيه البدايه بالمنتخب الاول واخر الاخبار ديال المعسكر اللي غادي يبدا هذا الاسبوع انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شادا اف ام تحيه لكم مستمعينا الكرام وتحيه لكم المشاهدين على قناه شادا اف ام في اليوتيوب سي عادل قال لك بركان يحتاج بروفيل مدرب يتناسب مع امكانيات اللاعبين الحاليين سفري الى غيزون كاين عنده الحق بعض المرات خصك كالونترينور منير ولكن تكون عنده الكاريزما والشخصيه فيتي ما عندكش هذه الكاليتي هذه ما تقدرش تحكم في واحد المجموعه اللي شويه كيكون فيها تأثير كاين واحد القضيه واش خصك مدرب اللي كيتناسب مع اللاعبين الحاليين ولا راه خاص تجيب شي مدرب اللي خصو يغير اصلا بعض اللاعبين الحاليين هو هذاك هو هذاك ملي غادي يجي مونير وما غيبانش ليه داك الشيء اللي بغى كنغير انا كنعطيك فرقه وكتخليها لي انت كيف 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 هي بنفس الاسماء انا كنقول خاص يجي شي واحد لا مونير انا اللي غيحيد بعد شي واحد انا عطيتك كيف كتخليها لي بنفس الاسماء بنفس لو جو بنفس اريير دروا هو اللي كيطلع مغمض عرفناه شكون هو اريير غوش اش كدير انت زدتيني ما زدتيني والو وكان ولا كان ماشي بخاطره لا ايوا خلينا دابا خلي هذا عاوتاني مرحله اخرى ما عندها ما ندير هذا بالنسبه للفريق عندك حق حيت الله اعلم سي فري سلام فخر الدين اش بان لك واخا سي خالد خلي هذا السؤال انا غادي هو جاي ما تحركش لينا المراحل باقي مباراه وحده حسنية تكادير والهزيمه امام الفتح الرباطي بثلاثة لواحد واش هي داخله في داك الشيء اللي كتقول لي ديال السيناريو ديال المباراه واش انت كتتفرج شي مقابله ديال البوكس داك اللي طخ 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 اها زيد كاو تيفيق هذاك ملي كيخوع عليه الماء وهذاك الشيء كينوض تلقى راسه ساله هو راه كان مزيان كان باقي مازال غيدار ما يقدر يوصل معاك كتورز رينغ واش واقع هذا دابا هي اللي دارت الفتح اللي سميتها ان بروميي بيوت ان دوزيام بيوت تروازيام بيت هذاك لو بيت ديال الراس فوت ديال الكارديان دو بيت خرج ما فيها ما يتشاف والبينالتي ما كانش يدار
3-0 عطيت درت لك عطيت خديت انا 3 ديال البيوت درتهم جيبي وغادي نرتاح دابا باش نلعب معاك وانا عارف كنت ملي غتبغي تخرج غتخلي لي سباس وغتكون محن اكثر مني لان انت غادي تبحث وشيء طبيعي ضغط عليا لي باس لونغ وهذا 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 ولكن ما غاديش تبقى كاع كتعذب تتعيا اون دوزيام ميطون وقع داكشي اللي السيناريو اللي قلتي السيناريو انه الفتح حسنيه سجلات ضربات واحد لبيت في واحد الوقت اللي هو اي واحد يتمنى ولكن كون كانت جوج لواحد كانت تكون مزيانه كيبقى لك بقى على التعادل 3-1 بقى الفاتح كيجري الماتش ديالو ترونكيلمون تيلعب على لي كونتر مره هو غادي مره ما غاديش ولكن كان ضرب انه حسنيه تقادير ما استفدش من الماتش ديال وجده اللي قلت لك انا راه كان يخسروا وما استفدش واقيلا من الماتش ديال الزمامره اللي توا كان يقدر يؤدي فيه ثمن غالي في ماتش ديال الماتش ديال الكوب الزمامره الكوب انت قلت لك الزمامره نسيتي ايوا نسيتي نسيتي قلت لك مولي ما استفدش من الماتش ديال الكوب ديال الزمامره ودير هادو دو ماتش مؤخرا ابار الماتش ديال الوداد اللي فريق الحسنيه جا وعطى فيه كاع داك الشيء اللي عنده جره يمكن انا بان لي من غير هذا الماتش لي دو ماتش اللي كان خصك يمكن كنتي تخسر مع الوداد وكان يقدر يكون داك الشيء شيء طبيعي وتربح لي دو ماتش اللي كانوا عندك اللي خصك تربحهم زعما انتصار على الوداد هو اللي كان شويه درتي ماتش مع الواك الجمهور هذاك الجمهور اللي دخل علاش دخل ذاك النهار دخل على اساس باش يشوف الفريق الفريق فوالا اللي ربح في الدار البيضاء ربح في الدار البيضاء ربح هو فريق اللي لعب على كوب دافريك اللي هذا وهذا 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 شي حاجه اللي هي عاديه عشنا هذا الشيء يا منير ولكن مشيتي لوجده راه البينالتي اللي ضيع عميد الفريق ديال وجده اللي خلى تخسر ثم ملي مشيتي مع الزمامره واش لقيتي اللي درتي لا فيكتوار واش كنتي الي ميريتي واش عطيتي داك الشيء اللي خصو يعطي باسكو فين دخلتي مع الفتح جمال كلا العصا في الماتش الاول ضد وداد فاس لان لعب تمحن وتمحن وسجل عليه ومشى للبينالتيات وكيف كنا حنا خرج منا بالشعره ماشي شي حاجه اللي هذا باسكو فين يمكن عرف حيت هاد لي ماتش دو كوبا مونير هاكو دايري خاصك الله يصاحبي معدي هاكو دايرينو دايرين بحال هكا تبغي انت هي ما تهرب منهم وتقول لا ما كاين دابا حنا كنسمعوا بعض المرات شي متدخنين سيف خردين راك شي دير العوام المفاجاه ما بقاش وما ها هو لا باقي كيخرج ليك ها هو هو باقي كيخرج عنصر المفاجاه ما غاديش نهضر على حسنيه الفتح ما نقولش مفاجاه ولكن ملي كتقول المنصوريه وطنجه ها نقولوا مفاجاه نقولوا مفاجاه علاش ماشي احتقار للمنصوريه وانما ولكن حيت هو في قسم ادنى قسم الهوات واحد الفريق ديال القسم الوطني الاول ومازال عاوتاني في دور الربع وغادي تقالي الا فاش غيتلعب غيبقى ديما المرشح هو الفريق هو الفريق الاخر اللي يقدر يشتغل لماذا المنصوريه والطموح الطموح مشروع شفت البارح الحسنيه ما الهادي ما قبلش يعني كيف كنقولوا حتى واحد ما قبلش لا ديفيت وما تقبلهاش وما غاديش يكون ما يتقبلها وغادي ولكن سي كوم سا هذا هو الفوت واحد السيد مسمي راسو هنا كره 93 قال لك سلام سيف خردين شنو رايك في ليفار كيفاش هذا المستوى ديالهم كيبان مدرب فاهم كيبان لك المدرب فاهم المشكل فاهم المشكل ولكن نتائج سلبيه واش المشكل في اللعب يقول لك زعما المدرب راه عارف المشكل فين كاين ولكن المسؤوليه كتحملوا على اللاعبين والمدرب وحتى نعطي الطرف شويه للمكتب المسير وحتى الجمهور حتى هو كيتحمل المسؤوليه لان دابا الجمهور اللي انت لقيت اللي في امس الحاجه لي فار باغينك اخوا بك خويتي بيا دابا جيتي بديتو كتشجعوا فينا ومعروفين الشجاع ديالكم ولكن ما تقولش لي محسوب كتحملوا مسؤوليه انت كتقول دابا انت في الزنقه ولا في دارك هادوك محسوبين ولكن لا انت مشيتي ضحيه الفريق دابا في امس الحاجه ها هو ديفيت في الشامبيونا ديفيت في كاس العرش الجمهور ديال فريق الجيش بعد العوده ديالو كان كيتمنى الفريق ديالو ياخذ في الماتش مع الدفاع الجديد هذاك 3-1 هذاك الماتش 3-1 والجمهور كله كيصفق وتيشجع ولكن ما كامل للاسف دريس قال لك بعض المدربين ديالنا دايرين بحال كينكو اللي كيكون في الطوموبيل ما تيقولش لا المهم عندهم هو يبقاو اكثر مده في الفريق
هو تخلصوا ماشي في الفارق ما سوقوش في النتائج كاين اللي ما عمره ما جلس صفر واخا يطلب منه الرئيس يجففهم ويعجنوا داكشي ما كاينش مشكل ما كاينش البعض كانوا ديما كنحطوها في البعض من الكل كنحطوها في اطار البعض. اذا اخر مباراه نهضروا عليها هي حسنيه تكادير والهزيمه ديالو امام فريق الفتح الرباطي في انتظار الاعلان على التواريخ الرسميه والبرمجه ديال هاد الماتشات اللي بقاو ديال الدور الاول بعدا ديال الدور 16 نهضت بركان المولوديه الجديه او باش ما تكونش فرمال والاتفاق المراكشي مع الوداد وشباب قصبة التادلة مع فريق الرجاء. غادي نسدوا هاد القوس وغادي نحلوا قوس كبير على المنتخب الوطني المغربي في هاد الاسبوع اللي غادي يوجد للمباراه ديال الكونغو الديمقراطيه. ما عرفتش واش تبعتي الاخبار ديال المباراه هذه اللي سبقها اخبار اللي هي مغادره حجي نبداو به هو الاول لا ماشي هكاك يمكن دابا الناس كلها انا بعدا بغيت نحي بغيت نحيينا بغيت نحيي ريوسنا بعدا علاش بغيت تحيي عقلتي فاش كنا قلنا راه واحد كيمشي للتيرانات راه ما معاهش حجي هاد الايامات اش واقع ياك لاباس ايوا شنو لا ياك لاباس كطرح سؤال وشحال مره كان بوحدو حتى في الوقيته كاع اللي كان لا كان ديما كيكون معاه لا لا شحال مره منير شفت انا في هاد التواخير ما كانش معاه لا لا كاين مصطفى حجي ثم راه كنا فاش الهضره على زياش ومزراو وداك الشيء والاخبار اللي كتقول لنا الحسين خرجه كان اذا شي حاجه ماشي هي هذيك بين مصطفى حجي ووحيد في انتظار كيفاش شي حاجه شي حاجه ماشي هي هذيك حط على السطح حط على السطح هكاك عاد كيقولوا هذاك السيد كان ديما كيدافع عليه في لي كونفيرونس ولكن ها اللي بغيت نقول لك انا ملي كتاخذ انت الميكرو وكتنوض وكتقول هذا خدام معايا واللي ما عجبوش الحال واللي ما عجبوش وكيدير عنده رول وعنده امين مرة الاولى امين دوزيام فوا امين ديما حنا تنقولوا امين ولكن علاش تسكتت الامور وقلنا راه ما كاين حتى شي حاجه والماتش هو يتلعب مع الكونغو اكبر المتشائمين تقول لي راه يمكن دابا ثلاث ايام راه تسمعوا ما يقول لك لا سي حشومه راه يلا فاذا به كيخرج هذاك الخبر راه ما بقاش مع ليكيب ا وغادي ياخذ مهام انتظار دابا ما تقدرش تقول لي يخرج وسير تبعده لا خصك تخلي دابا خصك تلقى ليها لا باش حتى هو ما يخرجش إيه. حيت دابا الظروف ما كتساعدش ولكن راه هادي هاد الخروج ديال الحجي في هذا الوقت وهادشي كله اللي حنا كنعيشوا فيه كيرجع بيك لذاك الشيء اللي كتقول لي تنقول لك كنحلف لك تنقول لك انا والله ما نهضر وكتبقى انت تحكر عليا منير كتقول لي لا تنقول لك خليني ما نهضرش عرفتي علاش وليت انا باغي نبقى نسمع احسن ليا من عند اللي ما باغيش يعيق كيعجبني انا اللي باقي ما باغيش يعيق ولا هو بالعاني يدير بحال هكا تيبقى مازال يهضر لك على شي حوايج اللي انت انا بالنسبه ليا سو سون دي شوز دي باسي بالنسبه ليا انا كل مره تلوح لي شي عظم نبدا نقدد فيه انا ونخلي داكشي اللي خصني نتكلم فيه انا تخلي المهم المهم اللي خصني نهضر فيه انايا كتلوح شي عظم وكيبدا بنادم ورا هذاك العظم راه ما فيه والو غير غادي يهرسك على سنانك والحاجه اللي خصك تهضر عليها معقول خليتيها طب انا لوكا ديال حجي بالنسبه لي انا شي حاجه اللي هي فيها شي حاجه خرجيه ما بغيتش نسبق عندك شي حاجه مخبيه عليك جايه شي حاجه اخرى جاي اتجوا واحد اخر باش يتلاقى مع واحد اخر وهذاك الشيء ويدوزو شوف كندوي معاك منير داك الشيء ما جايش ويمكن كاع مع شي مدرب واحد اخر صافي انا كندوي معاك داك الشيء اللي جاي ياسين كيحرك راسو كي عندك شي اخبار ياسين وقيله دابا كيسمع ياسين دابا ولا كيستافد غادي تا هو كيستافد سمعت حاجه وخلينا ساكتين دابا انا كنقول لك كيف دابا نعطيني دابا اعطينا دابا اللي نهضروا عليه هو المهم المهم هو الفريق الوطني غيمشي يلعب في الكونغو والمعسكر ولا غنبداو نتكلموا عليه دابا لوكا ديال حجي منير فحال ملي خلينا لوكا ديال مزراوي وزياش ماشي خليناهم حيت ما كيتساهلوش لا كيستاهلوا ليكيب ناسيونال ولكن ماشي وقت ويدوز المغرب يترشح ويدينا كوب دي موند وملي غتجي عندي هنا الراديو نقول لك انا مزراوي كاختيار وزياش كاختيار يكونوا مع ليكيب ناسيونال هذا رايي ديالي انا ما كنمشيش معاه راه انتصرنا ب 7-0 شتي
وبلا ما تبقى تقول لي نازياش. لا لا ماشي هادي، ماشي هو هذا الفكر ديالي انا. لا انا كنمشي بلا لوجيك، هادو لعابه خصهم يكونوا في كيما صونا. واحد الصديق ديالنا كتعرفوا صديق ديالنا من فاعلي الخير قال لك راه بن عطيه صافي. والقادم فرنسي الله يجازيك بخير. ما مش نقول لك انايا، حتى انا سمعت الاسم وسمعت كل شيء. كيت شي حاجه كت المهم كاينه جميله راك طيب، ولكن انت غادي طيب الله اعلم ماشي شغلنا. قلت لك اسيدي هادو غادي اختيارات دابا حجي اوني با كونتر حنا. حنا ملي كنا كنهضروا واش وقته ملي كانوا كيجيو يقولوا لنا الناس حجي لا وقته لا دابا دابا فهاد السيمانه هادي فهاد السيمانه لا تعرف مي توقع. ديما كتقول لك ديما ملي كتعيطوا نتوما للراديوات والصحفيين ودو تقولوا اه ماشي وقيته دابا انا كون انا هو فخر الدين ومنير وحيدنا حجي لا ماشي وقته تشويش عاد غيديروا لينا ويلي اه ماشي معقول بقى سيمانه الماتش وحجي هو صله الوصل وهذا وكاين دابا يخرج يخرج يقول لك لا راه حنا احترمنا رغبه المدرب فوالا واش هذا المدرب ما كاينش المدرب كان هو تيقول لينا تعطيكم ما يهضر مع حجي وما سولو حتى شي واحد هو اللي هضر عليه واش كنقول لك انايا هو ما كانوا كيعطيو الميكرو كيسمع كيقولوا لي راه عندك راه الهضره دايره على حجي بزاف شرح لهم انت اش كنقول لك بعض المرات ملي تبغي تهضر على هذا الشيء تاكل فنيده هي الاولى يكون عندك طبيب نفساني لا علاش جيت تهضر لا تمرض راسك حيت ما حيت منير هذا الشيء ما كيدخلش للعقل ما عليناش دابا القادمه منير ولا غنتكلموا عليه حنا لافير ديال حجي طويت ما طويت ما والو نقدروا نخليهم وبغينا نعرفوا انا ما نكرهش ما نكره والله ما نكره ومع كامل الاسف علاش الناس ما كتخرجش عندنا عند من عند الصحافه وتخرج تدلي بالراي ديالها كيخرجوا كيديروا ديك الكون كيديروا عطيونا شي حاجه اشنو هو كيفاش عشتي المرحله ديال لا سيليكسيون اشني التدخلات ديالك اشياء ايجابيه اللي كانت عندك وسلبيه عطيونا نستافدوا منك. عمرك شي واحد كيخرج يهضر من بعد الماكله؟ لا الله هذه لا بصح الماكلة الهضرة ما كايناش وقت الماكلة ملي كتمشي تغسل يدك كتمشي ترتاح مع راسك شوية ما فيك ما يهضر هو واحد العدد بزاف قلتي انت ملي كتكون مقهوم لا ما تهضرش ما عندكلاش تمشي كتمشي تشرب اللويزة وتتريح صافي هذا الشيء اللي كاين. قبل ما ندوز لك ليكا ديال اللعابة انعكاسات هذا الشيء اللي كيدور على الجروب اللي داخل وكونسونتراسيون ما عرفتش العلاقات كي دايرة حيت يمكن ويمكن تنصيه راه فهمتك مشيت معاك انا بعيد مشيتي معايا فهمتك فوالا ما تعرفش اش كاين الداخل واش كاين اللي غيفرح شوف منير صافي سد اش كان خليه هذا الموضوع ناقشوا ان شاء الله لا بليسور ديال بونو وديال سفيان امرابط وديال عز الدين اوناحي واش دي بليسور نيت حي عز الدين اوناحي لانه ماشي سفيان امرابط بونو غادي يجي وربما لا بليسور ديال البارح ما غتمنعوش انه يمشي مع ليكيب وانه يكون في ايوا لا انا منير سفيان مرابط لا واش دي بليسور غادي يكونوا غيابات ولا غير دي بليسور اللي كاين دابا انها دي بليسور عند سفيان مرابط لا كنسمع انا بعض المرات فحال غادي يجيو لا هما غيجيو تقدر تشوفوا تقدر يقول لك هيفتي غدا تعطيه ميكرو يقول لك الدكتور هيفتي بانه سو سون با دي غراف بليسور وهذا وهذا وغادي يكونوا اش كيف ما عرفتش انا ما نقدرش نحكم انا وياك واش غيابات نيت ولا ما كايناش هادشي اللي كاين منير. انا بغيت نطوي هاد في انتظارنا وغدا ان شاء الله نتعرفوا على الجانب الاخر على المنتخب ديال الكونغو ما كاين الوقت وعلى الحمله ماشي جانب اخر نهضروا نيت لا على الحمله الاعلاميه اللي مديوره على الناس الكونغو لا عليك منير لا يرد عليك نعم اخويا نعم اخويا كون معايا واقعي شويه ها هو مالي خيالي انا راه شويه ملي كتقول ملي كتقول لي الكونغو واحد الحمله صاحبي ما بغيت نعرف واش هاد البلاد ما عندهاش حق تفرح ودير حتى هي الحمله وتوجد هذا الماتش راه كاس العالم هذا وانت كدير الحمله بهذه الاخبار هذو لا بهذه القرارات لا انت بلاتي بلاتي الناس كيوجدوا تمنعهم شكون كاس العالم هذا الكونغو ايه علاش بغيتي تمنعهم انت واش انا منعتهم قاعد قلتي لي الضفه الاخرى الضفه الاخرى لا غنهضروا نشوفوا شنو كيقولوا الناس بالنسبه لهم ماتش مستقبلين فيه المغرب انا مدرب ديال الكونغو لا واش انا منعتك انا مدرب ديال الكونغو ايه ولاعبين ديال الكونغو ايه جميع ديال الكونغو عطيتيني ميكرو غتقول لي حنا بغينا ما عندي ما نساك حنا بغينا ندخلوا لهادشي نشوفوا كي داير عطيني ميكرو ونقول لك حنايا مخلوعين لا 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 ما قادرينش الله يهديك يا منير لا
هذا شتي هادو الهدف ديال مسؤوليتنا نمشيو نشوفوا شنو كيديروا هاد الناس شوفوا شنو كيديروا ان شاء الله شنو كيديروا شنو فاش كيفكروا شنو كيكسبوا اش كيقولوا انا ما والله ما اي حاجه تعطيها لي على هذا المنتخب والبلاد نتفق معك نقول لك اه هادشي كاين متوقع انا متوقع هادشي غيكون اكثر ودابا عاد غادي دابا الا سمحتي لي عاد غنطلب منك السماحه ونطلب من المستمعين حتى هما اللي سمعونا ذاك النهار لا نطلب مني غير انا مستمع لا نطلب منك لا والله انا تا... كتقتلني كتخرج ليا بشي حاجه لا نطلب منك حيت علاش حيت حيت انا عندي كاين معطى اللي كودي راه الاختيار ديال المرحله الجايه ان المنتخب اللي غيبريباري الشان هو ليكيب اولمبيك بالعناصر المحليه ديالها انا جيت طرحت سؤال ديال هاد المحليين الاولمبيين ديال مواليد 2000-2001 فينا هما باش قدرت بريباري بهم هذا هو السؤال اللي كنت قلتي لي انت ما غاديش تهضر على هذا الشيء فجاه انا خويا الغد ليه كتخرج لائحه سمعت السميات شفت السميات ايوا فيهم اللي انا متفق معاه فيهم اللي ما متفقش معاه نهائيا ايوا اللي ما عنده ما يدير مثلا في شي حاجه فما عرفتش انت كي جاك نمشيو نلعبوا على هذا الشان صافي ولا عندنا شي حاجه ساكخ في الجزائر لا ولا ساكري شي حاجه اللي هي الجامعه لعبه عليها انا نقول لك اش كاين الجامعه لعبه عليها وتبقى ديما تلعب على الشان مزيان بحال هكا بهاد كي قلتي انا ما هضر حتى شي واحد انا سمعت اسماء ما كنهضروش على الشان كومبيتيسيون كومبيتيسيون كاينه دايرها الكاف حنا كيفاش كنشوفوا فيها كيفاش بغينا نشوفوا فيها هذا هو الموقف ديالك من الاول نتايا هو اللي كنهضروا عليه انا كنت مع الجمهور اللي كان دابا تيقول انا متفق معاه لا حيت كاين اللي كيجي كيقول لك واش الشان لاش صالحه عنده الحق لا صالحه لدول الاخرين صالحه ولكن بلاتي يهضر معاك انت كيفاش كتاخذها ولكن حنا كمغاربه والجمهور المغربي اللي مسكين تعود على انه يكون في كاس العالم وباغي باغي هذه ودابا انت يلاه لعبتي هذه ديال الكود ديال الكاميرون اللي كان الجمهور مسكين كله تيبكي ومشتاق لها دابا تجي عاوتاني تجمع لي عاوتاني انا فرقه فيها اسماء اللي هما وتبدا واش انتم بغيتوا تدخلوا تلعبوا على هذا الشان حيدوا هذه ديال الاخرى ما بقاوش تلعبوا فيها كاع نهائيا علاش ما يبقاوش يجيو لها هادو نيت هاد المحترفين الى محترفين هاد برقوق وكسكو وهاد سميت وهاد مر سميت وماني وصاني وهاد لا المحليين هادوك لا يجيو نيت نديرو لهم جنسيه وتناكد كيف حيدوا لهم هذاك التحتراف ويبداو لعبوا على هادي ايوا راه هادي اللي بغاو هما راه ولاو كيضربوا عليها دابا ملي كتشوف حتى العزله والطريقه هذاك الشيء كاع اللي قلتي لي انت ما كاين منه والو كاع الناس كانوا كيقول لك وي نتفقوا معاهم الا داروا لنا ان ايكيب جون اون بريباريو امونير ومنين هادي تايات تمشي بواحد جوج المليار صديقنا ما نجبش سميتك ولا عارك هاكونا من ذوي النيات الحسنه قال لك حجيت اما يبعثوا مباشره بعد كاس افريقيا ولمصلحته اما الراتب فهو محفوظ الى حين الله يعطينا زهره امونير تحيه لك شوف راك عارف اش كيبان لك عاوتاني انت؟ كل شيء بخير لا كيبان لك في هذا الشهر عاوتاني شنو جوج مليار ثلاثة مليار شناهي؟ البريباراسيون لا لا واش كيبان لك هادشي انت لا لوجيك هذه لا بلاتي هذه راه نديرو شويه ديال لا واش هذه راه لوجيك لا انا متفق معك هادشي اللي غتقول راه نديرو شويه ديال واش هادشي ماشي حرام دابا بلاتي دابا انت الشان الجايه غادي للجزائر اما احسن ترجع اللور شويه ولو دينا راه ديت جوج راه هاد الشان هادي بما ان خوتنا غادي يكونوا معولين تما علم الله شنو راه نمشي ندير شي تجربه مع شي عناصر هنايا نختار واحد الاستراتيجي واحد الفلسفه اخرى نمشي بها لا غتدي عاوتاني العربي الناجي وايوب الكراد و... الا الا كان عموته عنده شي جواب اخر حنا كنهضروا دابا دون الاطلاع على شنو غيقول حسين عموته ننتظروا الخرجه ديالو يقدر يبدا بهاد العناصر يقدر يقول لك هادو بغيتهم في الاقصائيات فوالا باش ندوز ومن بعد عاد ندير سميتو فهمتي ما عليناش ديلا كانوا غيفرقوا شي حاجه عامين ساوش سميتو صافي عندهم لادريس وعندهم سميتو فهمتي اش بنقول لك والعواشر هادي وشعبان فهمتي والنوبة اش كيقول لك اسيدي لا ما كنخسروش وحنايا اضعف جامعه كتخرج الفلوس ولا شي فهمتيني اي اي ايوا حنا كن نا ايوا خويا منير اش نقول لك انا ملي كنشوف هاد الشان هادي على اين نسدو هاد الموضوع وغادي نختمو غنختمو باختتام الدوري الدولي ديال أكاديمية محمد السادس هذاك الدوري راه كله مغاربة ملي كنعطيك أنت
اتلتيكو مدريد وكتهضر حتى بالعربيه. هادوك ديال ستراسبورغ تيهضروا بالعربيه مغاربه. دابا البروبليم اتلتيكو مدريد. السلام عليكم، معنا لاعب هذا كيهضر ماشي كلهم، كاين غير بعض اللاعبين. لاعبين لا مهم. شوف عطا الله تبارك الله. شوف عندنا اللي جور بزاف، لان الجاليه المغربيه كاينين الناس والدين وليداتهم، وحتى وكيلقاو لي بوسيبيليتي مونير ديال بالفرحات عليك شي ملي كيكون عندك وليد وكتكون فواحد السيتي الا عنده شويه ديال الكره كتهزو كديه كيعنقوك، لانهم في امس الحاجه ديال وداك التكوين ديالهم هو اللي كيخليك تشوف هذا اتلتيكو مدريد. هما اللي داو انا انا مباراه وحده اللي تبعتها مزيان اكاديمي، وتحيه بعد القناه الناقله الشركه الوطنيه ديالنا اللي نقلت هذه المباريات مزيان نقلهم. الماتش ديال الاكاديمي مع اسباير ربحاتهم بلي بينالتي روبيت وكانوا ديالنا رابحين كانوا تعادلوا تلخر صراحه. ملي كتشوف راه الموهبه كاينه الموهبه كاينه هنا وهنا. بعض الطاقات تكتيكمون كبر من السن ديالهم 17 و18. السؤال اللي كنطرح هو هاد اللعابه من بعد 19 واش ملي غادي تهبطهم لهاد الواقع ديال هاد لي كلوب اللي عندنا حنايا، واش غيقدروا يزعموا لك على هاد الدراري ياخذوهم يلعبوهم ايوا هذا هو خصهم ياخذوهم نورمالمون. واش غادي تلقى اللي غادي يزعم مثلا خصهم ياخذوهم، لان تقدر تلقى تما حيمود واحد اخر لا كاين كاين اي تعلل واحد اخر. هاد القضيه انا مشيت لهذاك لو كلوب يعني كيف السونتر خدمه ديال المعموره، ومشيت للاكاديمي كنا درنا واحد الزياره في الاكاديمي، وذاك النصراني كان جلس معنا لو ديريكتور اللي كاين تما وذاك الشيء. تبارك الله كيتوفروا على بزاف ديال الحويجات اللي هما كيتمناهم اي لاعب. عاي هو اللي خاص هو المراقبه. حنا كنا درنا واحد البرنامج انا وايوب البصري في سونداج، وصراحه تلقينا اخبار كاين وحدين ما عطاوش سميتهم، كاين بعض الاشياء اللي هي ما ماشي في صالح حيت كاين دابا عندنا دي بارون كيحطوا ولدو تمايا خاص ان سويفي. حنا كنقولها خاص ان سويفي من لي بارون وان سويفي من هنا، لان اتونسيون مونير ملي كدير الدري تمايا بحال كيتخلوى. الا ديتيه 12 عام 13 عام 14 عام راه خرج من الحكم ديال كيف كنقولوا حنا من خرج منا من الاسره ودخل في واحد البلاصه اللي ولا كيقرا والشومبر ديالو والكره ويقرا غير يحلم. وكان وعد المستمعين ديالنا الكرام انه في حلقه مقبله غادي غادي نهضروا على الاكاديمي بالارقام بالارقام لاعطاء لكل ذي حق حقه، باش ما ندخلوش حنا في هذا النقاش ديال واش عطات الاكاديمي ولا راه لا الاكاديمي عطات. اي ولكن الاكاديمي شنو اللي ما دارش، ولكن الاكاديمي ما بقاش تشعل لي انا كل مره تقول لي مندير وتقول لي الله يرحم الوالدين يوسف النصيري ما بقيتش نبقى نسمع انا بحال هكا. واش فهمتيني؟ هذا النصف الاول ديال الكاس فهمتيني ياك؟ فهمتك. ماشي انا كل مره نعطيك انا تبقى تخرج لي تقول لي ملي نقول لك انا الاكاديمي تقول لي الاكاديمي عطات مندير ويوسف النصيري. دابا كاسمال شدايفان شكرا لك فخر الدين، نتلاقاو غدا ان شاء الله. شكرا لك امونير، اسمح لي نيرفيتك في الاخر. هاد ما بغيتش امونير هذا اللي هذا الموضوع الاخراني ما قبلتوش. ومع العلم واحد القضيه عموته راك انت تلاقيتي معاه في العموره وهذا ما نكرهوش ان شاء الله نسولوه ويعطينا يعطينا النسخه الجواب ديالو يعطينا ويعطينا الرواية ديالو. شكرا ياسين في الاخراج، الى اللقاء.